بدي أسألك سؤال بخصوص النبي تبعكم سيد صلى الإسلام. الله على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله. شو سؤالك دكتور؟ هلأ يا سيد إسلام، كل ما بدي أذكر لك اسم النبي بدك تصلي عليه؟ الصلاة على النبي واجبة دكتور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليش كمان الله والملائكة بيصلوا على النبي؟ طبعا دكتور طبعا. وشو المنافع من الصلاة على النبي سيد إسلام؟ منافع لا تعد ولا تحصى دكتور. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. وقال كمان: من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. وغير هيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. وقال كمان: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يعني كثرة الصلاة عليه بتقربنا من الجنة دكتور. هلأ أنت لازم تتشفع للنبي ولا هو لازم يتشفع لك؟ الاثنين دكتور الاثنين. نحن منتشفع له هلأ وهو بيتشفعنا بيوم الدين. وشو بدها تغير الصلاة بوضعه؟ ما الزلمة مات. كثرة الصلاة بتزيد مراحم الله عليه دكتور. وغير هاد كله النبي صلى الله عليه وسلم بيفرح لما نصلي عليه. ليش النبي بيسمع لما تصلي عليه؟ ايه ايه طبعا، الملائكة بتبلغوا تحياتنا وصلواتنا. ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلامة. يا طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم شو قولك؟ راح يتجاوب معك ويرد السلام؟ طبعا طبعا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الله يصلح أحوالك سيد إسلام. إن شاء الله إن شاء الله، من تمك لباب السما دكتور. وخليني أقولك بصراحة أنه مش راح يصلك منه سلام، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وما بيعطي السلام الحقيقي إلا رب السلام.